أخبار اليوم. أهلا بكم نشرة رياضية جديدة من النشرات الرياضية لبوابة أخبار اليوم، واللي من خلالها هنقوم بجولة رياضية داخل الملاعب والأندية والاتحادات القروية المختلفة لرصد أهم وآخر الأخبار الرياضية. تابعونا في نشرة أخبار اليوم الرياضية. يغيب عن الزمالك اسبوعين. يغيب حازم امام ظهير ايمن الفريق الاول لنادي الزمالك عن تدريبات الفريق الجماعيه لمده اسبوعين، وسيخضع اللاعب لتدريبات تاهيليه الايام المقبله وبعدها يعود للتدريبات بشكل طبيعي، خاصه انه يعاني من اصابه عن جزع في الرباط الداخلي للركبه قد تعرض لها مؤخرا وغاب عن مباريات الفريق الاخيره. تحقيقات في الزمالك بسبب فضيحة الملابس. طلب مسؤول نادي الزمالك بإحالة خالد رفعت مدير التسويق بالقلعة البيضاء للتحقيق وتحميل مسؤولية الزي الجديد الذي أرسلته شركة ماكرون، خاصة أنه كان مكلفا من قبل إدارة النادي بالاتفاق مع شركة الملابس. هذا وقد شهد نادي الزمالك أزمة كبيرة حاليا بسبب اعتراض الجهاز الفني للفريق بقيادة باكيتا ومجلس الإدارة على التصميم الجديد لتيشيرت الفريق، وكانت جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي قد شنت حملات ضد نادي الزمالك بسبب هذا التصميم السيء وصفته بأنه لا يتناسب مع الزمالك. الأهلي يستشكل ضد بطلان انتخاباته. يتقدم الأهلي برئاسة محمود طاهر باستشكال رسمي ضد الحكم الصادر ببطلان انتخاباته الماضية والذي صدر اليوم وتم الاستعلام عنه من خلال وزارة الشباب والرياضة، باعتبار أن الحكم ليس واجب النفاذ. كانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح نائب رئيس مجلس الدولة قد أوصت بقبول الدعوة، حيث قال التقرير المعد من المستشار محمد عاطف سيف مفوض الدولة إن النادي الأهلي للرياضة قد أعلن بجريدة الأهرام يوم 8 فبراير 2014 عن دعوة أعضاء النادي الذين لهم حق الحضور للجمعية العمومية العادية للنادي المنعقدة يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 مارس 2014، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني عقد الجمعية يومي الخميس والجمعة 27 و28 مارس 2014، وذلك في النظر في جدول الأعمال المقرر والذي تضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد. لاعب يرتدي الحجاب ويضع الكحل في دوري السيدات المصري. قال علي فارس مدرب فريق الشبان المسلمين بالأردقة: اكتشفت وجود لاعب يرتدي الحجاب أثناء مباراة الشبان المسلمين ومنفلوط بالجولة الثانية بدور السيدات. أشار إلى أنه اكتشف قوة في أداء إحدى اللاعبات ما لفت نظره ودفعه إلى التوجه نحوه مباشرة ونزع الحجاب ليكشف المستور، وبالتحقيق من الأمر تأكدنا أنه نجل رئيس نادي منفلوط ارتدى الحجاب ووضع الكحل في عينيه ولعب ضمن صفوف فريق السيدات بنادي منفلوط. هذا ويذكر أن فريق الغردقة قد فاز على فريق منفلوط بهدفين مقابل هدف بدور السيدات. الأهلي يدرس معاقبة صالح ويعاني في مواجهة سفير الصعيد. يدرس الجهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة البرتغالي جوزيه باسيرو توقيع عقوبة مالية ضد لاعب الوسط صالح جمعة، وذلك بعد طرده في لقاء وادي دجلة السبت الماضي بمسابقة الدوري لحصوله على إنذارين في 5 دقائق. هذا وقد أكد محمد عظيم مدرب الفريق أن الجهاز الفني سيدرس وقعة طرد صالح جمعة وسيتم تطبيق اللائحة ضده، وأشار إلى أن الفريق قدم الأداء الجيد ولكنه لم يستطع حصد الفوز، موضحا أن البدلاء واللاعبين الذين يخرجون من التشكيل سيحصلون على الفرصة في المرحلة القادمة. باكيتا يرفض رحيل فتحي ويدرس عودة شيكابالا وجاب كياول. رفض البرازيلي باكيتا المدير الفني للزمالك فكرة رحيل مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق في الفترة الماضية، مبررا ذلك بأن اللاعب يعد من العناصر المهمة في الفريق وبالتالي رحيله سيكون صعب. هذا ويدرس مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بجدية الموافقة على احتراف محمود كهربا لاعب الفريق في أهلي جدة السعودي، خاصة بعد تلقيه عرضا جادا ومغريا من الناحية المالية، وينتظر مسؤول القلعة البيضاء حسم مصير شيكابالا حول عودته في يناير المقبل أو استمراره مع فريق الإسماعيلي لاستكمال مدة إعارته. مورينهو يخطط لقيادة إنجلترا. يخطط البرتغالي جوزيه مورينهو المدير الفني السابق لتشيلسي لتدريب المنتخب الإنجليزي بعد كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 بفرنسا خلفا روي هوجنسون، رغم ارتباط اسمه بتدريب مانشستر يونايتد ورويال مدريد خلال الفترة المقبلة. وفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فإن مورينهو أخبر وكيل أعماله والمقربين منه أنه ينوي تدريب منتخب الأسود الثلاثة إذا ما سنحت له الفرصة في الصيف المقبل.
وأضاف مع ازدياد الضغوط على الهولندي لويس فان غال مدرب مانشستر يونايتد واحتمال إقالته، قد يكون ملعب أولد ترافورد هو الواجهة المفضلة لمورينهو. سعدت بلقائكم وإلى لقاء جديد في نشرة رياضية جديدة من نشرات الرياضية بوابة أخبار اليوم. كانت معكم دور إبراهيم بوابة أخبار.